دليلي مين انت وشو بدك من السلطان؟ وليش لحتى قلك اه؟ بعد عني. التونيا شو صاير معك؟ انا ملاحظة عليك اتضايقت من وقت ما شفت الخنجر. في مشكلة ذكرك بشي؟ ايه في مشكلة، لانه هالخنجر لنفس المرأة يلي عم ندور عليها. بس انت متأكد انه هالخنجر إلها؟ ايه لانه شفت حاملته لما كانت عم تحاول تفوت على القصر، وكمان هجمت علي وجرحت لي ايدي بالخنجر. ورجيني. التونيا برأيي هاي المرة لازم تنحبس فورا، مو معقول هاي وحدة كتير خطيرة. يمكن تكون هي مرة خطيرة بالفعل، بس نحن ما لازم ننسى انه هي الوحيدة اللي بتقدر تقلنا السر اللي عم ندور عليه بخصوص لغز الصور والعلامات. ما في غيرها بيقدر يقدم لنا الحل، لهيك لازم نمسكها وهي عايشة قبل ما يمسكها حدا. فهمان عليك التونيا، مزبوط كتير مهم بالنسبة لك انه تحكي معه، خاصة انه عنده مفتاح لغز الإشارات. ما لازم نضيعها من إيدنا أبداً.